السلام عليكم يا شباب، رجعنا مرة تانية مع فيديو جديد من فيديوهاتنا. هنتكلم في الفيديو النهاردة عن تاني بيزل من البيزلز اللي موجودة عندنا في الأبر ليمب، واسمه البريكيال أرتري. البريكيال أرتري من اسمه بريكيال، جاي من بريكيوم أي أرم، يبقى ده الأرتري اللي هيمشي في منطقة الأرم. خلينا نفتكر كده حاجة احنا قلناها المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن الأكسلري أرتري. دي الهيومرس، هيد اوف هيومرس، دي الالنا، ودي الريديوس. مش هطول في الموضوع. كان في عندي عضلة موجودة تحت كده عند اللور اند بتاعت الاسكابيولا، كان اسمها ايه العضلة دي؟ كان اسمها تيرز ميجور. كنا بنقول ان الاكزيلاري ارتر اللي انا شرحته المره اللي فاتت بيجي ينتهي عند اللور بوردر اوف ذا تيرز ميجور مسل، ده نهايه الاكزيلاري، وهو نفسه بدايه الارتري بتاعنا بتاع النهارده اللي اسمه البريكيال ارتري. البريكيال ارتري بينزل بهذا الشكل، لحد ما يوصل لمنطقة الفور أرم وينقسم إلى برانشين من برانشات، وده اسمه إيه؟ قال لك اسمه بريكيال أرتري. البيجينينج بتاعته عند اللور بوردر بتاع التيريز ميجور ككونتينيويشن للأكزيلاري أرتري. الإند بتاعته فين؟ قال لك والله في المنطقة دي. المنطقة دي إيه؟ قال لك دي منطقة النك أوف الريديوس. عند النيك اوف الريديوس او الليفل بتاع النيك اوف الريديوس بينقسم الى برانشين، برانش ماشي على الالنا فبنسميه النر ارتري، وبرانش ماشي على الراديوس بنسميه راديال ارتري، ودول تو تيرمينال، ودول التو تيرمينال برانشز بتوعه. اوكي، طيب كده اتكلمت على البيجيننج بتاعته، اتكلمت على الاند بتاعته. طيب الكورس بتاعه زي ما انت شايف كده ان هو في الاور بورت بتاع الارم كان ماشي الريليشن بتاعته للهيومرس ايه؟ قال لك بيكون ماشي ميديال للهيومرس. طب في اللور بارت بيمشي قدام الهيومرس، ان فرونت اوف ذا هيومرس، لحد ما يجي ينقسم عند الليفل بتاع النيكوف راديوس الى برانشين النر وراديال. خلونا نعيد نفس الرسمة مرة تانية كده، بص معايا. بص كده معايا، هذا الارتري بتاعنا بهذا الشكل. هنا انتهى الاكسيلاري وهنا بدأ البريكيال ارتري بهذا الشكل، بيجوا تحت قدام الالنا والريديوس، وعند الليفل بتاع النيك اوف ذا ريديوس بينقسم الى اللاست تو تيرمينال برانشز بتوعه، ما تنسوش تذكروهم في البرانشز اللي هما الالنر ارتري والراديال ارتري. طب فين بقيه البرانشات؟ قال لك والله اول برانش من البرانشات بتاعه بيطلع كده قصاد او قريب من الاوريجن بتاعه اسمه ايه؟ بص كده، اسمه ايه ده؟ قال لك اسمه بروفاندا بريكياي ارتري. البروفاندا بريكياي بيطلع من الارتري نير الاوريجن بتاعه، قريب من البيجيننج بتاعته قوي، بيعدي ورا الارتري وبعد كده يروح يعدي على البوستيريور سيرفيس بتاع الهيومرس في جروف معروف ومشهور جدا كنا احنا عارفينه على الباك، اسمه السبايرال جروف. اسمه ايه؟ اسمه بروفاندا بريكياي ارتري. واكيد الارتري ده راجع للبوستيريور كومبارتمنت، هوريك الارتري ده بالتفصيل، هندرسه بالتفصيل. خلينا نسيبه دلوقتي وناخد تاني ارتري موجود معانا. قال لك والله بيجي الارتري اللي هو البريكيال ارتري عند منتصف الهيومرس، ويروح جاي مديني ارتري كده صغير، الارتري ده رايح يغذي الهيومرس عند منتصفه، عند منتصف الهيومرس. اسمه ايه بقى؟ قال لك اسمه نيوتريانت ارتري. الارتري المغذي للهيومرس بيدخل الهيومرس عند منتصفها عشان يغذيها. طيب ايه تاني؟ قال لك والله بص كده،
ناحية ناحية الألنا. فقال لك بيطلع two vessels، واحد من فوق بهذا الشكل، واحد من تحت بهذا الشكل. بص كده عشان اعرفك الكورس بتاعهم، انا هرسم الانتر ماسكولار سيبتوم اللي انا كنت رسمه قبل كده. فوكس بيسر. اوكي، تعالوا نشوف الفيزلز دي هتعمل ايه. بص كده، نسميهم الاول اللي فوق ده بنسموه ايه؟ قالك بنسميه سوبيريور، واللي تحت ده بنسميه انفيريور. سوبيريور وانفيريور ايه؟ قالك الاتنين موجودين عند الالنا او نازلين للالنا، فهنسميهم سوبيريور وانفيريور النار كولاترال. يعني الاتنين الارتريز السوبيريور والانفيريور اللي رايحين مقابلين للالنا. اوكي، وهي فيها ريد الكولاترال، بس هنبقى نفتكر الكلام ده بعدين يعني. اوكي، طيب السوبيريور النار كولاترال بيعمل ايه؟ قالك بينزل شويه كده، وبعد كده يروح مخترق السبتم وينزل يمشي ورا السبتم بهذا الشكل، مصاحب بمين؟ مصاحب بالارتر اللي كان مصاحب بالنيرف اللي كان بيمشي ورا السبتم اللي اسمه الالنار نيرف. اوكي، طيب الانفيرور النار كولاترال بيعمل ايه؟ قالك والله بيجي ينقسم الى تو برانشز بهذا الشكل، واحد اسمه anterior branch او anterior division، وواحد posterior division. ال posterior division بتخترق السبتم وتمشي مع superior ulnar collateral وينزل ورا الميديال كوندايل والميديال ايبي كوندايل. يبقى superior ulnar collateral اخترق مباشرة ومشي في ال posterior compartment. ال inferior ulnar collateral انقسم الى anterior division و posterior division. الانتيرير ديفيجن نزلت في الانتيرير كومبارتمنت لحد ما وصلت قدام الميديال كوندايل، والبوستيرير ديفيجن اخترقت الانتر ماسكولار سيبتم ومشيت مع السوبيرير النر كولاترال ومع الالنر نيرف اللي اخترق، عشان كلهم ينزلوا تحت عند الميديال كوندايل ويشاركوا في اناستوموزس حوالين المنطقه دي اللي هي منطقة ايه؟ منطقة الالبو جوينت. كلمة انستوموزس يعني تشابكات ما بين نهايات مجموعة من الفيزلز، دي بنسميها كلمة انستوموزس. فاضلي بقى الارتري اللي فوق ده اللي اسمه البروفاندا بريكياي ارتري. بص كده معايا، البروفاندا بريكياي ارتري هيعمل ايه؟ قالك بص، هو طلع نير الاوريجين بتاع البريكيال ارتري، مشي على البوستيريور سيرفيس بتاعه، وبعد كده مشي في السبايرال جروف او الجروف الحلزوني على البوستيريور سيرفيس بتاع الهيومرس. وهو ماشي في السبايرال جروف، في ارتري في نيرف بيكون ماشي معاه. سوري، بص كده، الراديال نيرف فعلا هو اللي مشي على البوستيريور سيرفيس، يبقى بيكون مصاحب بايه؟ بالراديال نيرف. ده كده لو قلنا ان في نيرف ماشي هنا معاه، ده هيكون ايه؟ الراديال نيرف. يبقى عندي الالنر كولاترال ماشي مع الالنر نيرف، والبروفاندا بريكياي ماشي مع الريديال نير. بيعمل ايه بقى بعد ما يخلص البايسيبيتال او السوري السبايرال جروف؟ قال لك بينقسم الى تو برانشز او تو ديفيجنز. بص كده، سوبيريور ديفيجن وانفيريور ديفيجن. السوبيريور ديفيجن هتطلع في البوستيريور كومبارتمنت بهذا الشكل لحد ما توصل لمنطقه السيرجيكال نيك. عند منطقة السيرجيكال نيك قال لك والله دي هيقابلها برانشين كانوا خارجين من الاكزيلري، كانوا بيلفوا بهذا الشكل. واحد كان اسمه انتيرو سيركمفليكس، واحد كان اسمه بستيرو سيركمفليكس. السيركمفليكس ارتريز هتعمل معاهم انستوموزس حوالين المنطقة دي اللي اسمها السيرجيكال نيك. ادي اول حاجه معانا. طيب كويس، تاني حاجه ايه اللي هيحصل؟ قالك والله هو مش هو ده سوبيريور ديفيجن، يبقى اكيد هيدي انفيريور ديفيجن او ديسندنج. لو قلنا ان ده اسندنج يبقى هيدي ديسندنج برانش او ديسندنج ديفيجن. الديسندنج ديفيجن هتعمل ايه؟ قالك والله تنزل شويه كده لحد ما توصل عند النقطه اللي فيها بتنقسم الهيومرس الى ابر 2/3 تلتين فوق ولور 1/3 تلت تحت، ويروح جاي منقسم الى تو برانشز. هو كده ماشي فين اصلا؟ مش انا منقطه يعني كده؟ هو ماشي على البوستيريور سيرفيس، كل ده على البوستيريور سيرفيس، كل الحاجات دي بتحصل على البوستيريور سيرفيس. يقوم منقسم الى تو برانشز، برانش منهم هيطلع
للانتيريور كومبارتمنت هيخترق السبتم ويطلع للانتيريور كومبارتمنت، فنرسمه كامل بهذا الشكل كده، وبرانش منهم هيكمل على البوستيريور سيرفس فنرسمه نقط. يبقى انا كده تعالى نتكلم على البروفوندا بريكيوري، البرانشات بتاعته ايه؟ ادى اسندنج برانش، طلع عمل اناستموزس مع السيركمفليكس ارتريز عند السيرجيكال نيك. الديسندنج ديفيجن جت عند المنطقه اللي هي منطقه اتصال الابر 2 ثيرد باللور 1 ثيرد اوف ذا هيومرس، وانقسم الى برانشز بوستيريور ديفيجن وانتيريور ديفيجن. الانتيريور ديفيجن هي اللي اخترقت السبتم من ورا، طلعت قدام عشان ينزلوا عند اللاترال كوندايل ويشاركوا في الانستموزس حوالين البو جون. افتكر الحاجات دي لما اجي اتكلم على الاسموز اراوند الالبو جوينت. بكده يبقى انا خلصت الارتري بتاعنا اللي هو الباريكيال ارتري. اشوفكم بخير في فيديو جديد. سلام عليكم.